نفذ الطيران الحربي الروسي غارة وسط مدينة إدلب بثلاث صواريخ على وسط الأحياء السكنية داخل المدينة. الحصيلة الأولية للشهداء والجرحى هي أم وطفلتها شهيدتين، وأيضا أكثر من 10 جرحى تم نقلهم إلى المشافي الميدانية والمشافي الحدودية. كما تشاهدون من خلفي، ما تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف تقوم بانتشال ما تبقى من جثث الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض ورفع الأنقاض التي استهدفتها هذه الغارة في هذه المنطقة السكنية. قام الطيران الحربي باستهداف مدينة إدلب عند الساعة 9 مساء، مما أدى إلى استشهاد حوالي 5 أشخاص وإصابة 20 شخص، والحمد لله تم إنقاذ المصابين، وهلا عم ننظف الشوارع وان شاء الله الامور رح تصير طبيعيه. بعد الصبح ما رح تلاقوا شيء ابدا. حاليا اخرجنا ام من تحت الانقاض عايشه وطفل رضيع ومره، والمره كمان متوفاه. لحد الان في طفل تحت الانقاض. أن الحصيلة النهائية هي شهيدين، أم وطفلتها، وأكثر من 10 إصابات، معظمها من الأطفال والنساء وكلهم من الأحياء السكنية. فرق الدفاع المدني تقوم برفع الأنقاض وإخلاء المكان من كل المدنيين الموجودين تحت الأنقاض. انتهت الحصيلة بشهيدين وأكثر من 10 جرحى. لأورينت نيوز، مسلم السيد عيسى، مدينة إدلب.